الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن من المقاصد العظيمة والكليات الجامعة التي جاء الإسلام بحفظها وصيانتها صيانة الأعراض من كل ما يخدش سمعتها، من كل ما يسيء إلى سمعتها، من كل ما يلوث طهرها وعفافها ونقاءها. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن محافظة الإسلام على العرض كأحد الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، والتي علم عباد الرحمن قدر ذلك فامتنعوا عن ارتكاب جريمة الزنا لما فيها من تدنيس للفراش، لما فيها من اعتداء على العرض الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم محرماً. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. واليوم بتوفيق من الله سبحانه نتبع حديثنا ذلك بحديث متبوع أيضا عن هذه الكلية العظيمة الجامعة، ألا وهي كلية حفظ العرض كأحد الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، والتي تكلمنا عنها من قبل: حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. فأحدها حفظ العرض، وفي جزئية من حفظ العرض نتعرض الآن إن شاء الله عز وجل لحكم من ينال الأعراض بالكلام أو بالسب أو بالرمي بالبهتان بالفاحشة المنكرة التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. فقد بينا حكم من يزني أو من زنى، فما حكم من يرمي غيره بالزنا؟ حكم من يقذف غيره بالزنا؟ ولو انتشر ذلك بين الناس لفسد المجتمع، لو انتشرت تلك الأخبار السيئة المشينة، لو انتشرت تلك الفواحش من هذه الأقوال لفسد المجتمع، ولضاعت الثقة بين الأسر، ولأصبح المجتمع مجتمعا ليس فيه طهر ولا عفاف ولا نقاء
حفظ لي ولا حرمة لعرض ولا لكرامة ولا لشرف. لذلك أيها الأحبة، جاء الإسلام كما حرم الزنا فحرم أيضا القذف بالزنا. حرم الإسلام القذف بالزنا، فما هو القذف وكيف يكون أو بما يكون، وما عقوبة من يأتيه من المسلمين، وما توجيه الإسلام للمسلم في هذه الحالات؟ أسئلة نحاول أن نجيب عليها في هذه الدقائق المعدودة، فأسأل الله سبحانه أن يفتح علينا فيها فتوح العارفين. أيها المسلمون عباد الله، إن القذف هو الرمي بالفاحشة، وجاء في القرآن الكريم والذين يرمون المحصنات، فعبر القرآن الكريم عن القذف بالفاحشة بالرمي، وأصل الرمي هو الرمي بالحجر أو بشيء صلب. لما يرمي إنسان يرمي بشيء صلب أو بحجر، فاستعير هنا في الرمي باللسان بالكلام باتهام الناس بالفاحشة، لما فيه أيضا من أذى يسببه هذا الكلام. فكما أن من يرمي الناس بالحجر فيصيبهم بالأذى، من يرميهم بحديدة أو بشيء صلب فيصيبهم في جسدهم بالأذى وبالألم، فلا يقل أيضا رميه لهم بلسانه بهذه الفاحشة، لا يقل ذلك أذية لهم، لأن أغلى ما يملكه الناس هو شرفهم، هو عزتهم، هو كرامتهم التي يحيون بها ويعيشون بها. الناس يحيون بالطعام والشراب نعم، لكن حاجتهم لحياة الشرف والكرامة والعفة والطهارة أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. يستطيع الناس أن يصبروا عن الطعام والشراب، لكن الحر من المسلمين، الحر من الناس لا يستطيع أن يتهم، يموت ألف مرة ولا يتهم في سمعته وفي شرفه وفي عرضه. لذلك جاء الإسلام أيها المسلمون وحرم القذف، والذي يكون بألفاظ قد يحسب الناس هذه الألفاظ سهلة، لذلك تسمع أحد الناس يقولها على لسانه ولا يدري معناها للأسف الشديد. بعضهم يمازح البعض بهذه الأقوال وبهذه الألفاظ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فألفاظ القذف بالفاحشة أو بالزنا أنواع ثلاثة، إما أن يكون لفظا صريحا أو كناية أو تعريضا، ولكل حكمه. فأما الصريح من ألفاظ القذف للناس بالفاحشة، كلام صريح حتى وإن أنكر لا يؤخذ بكلامه لأنه تكلم صراحة، كقول بعضهم لبعض الناس للرجل مثلا يقول له يا زاني، أو يقول للمرأة يا زانية، أو يقول هو زان هي زانية، أو يقول لولد لهما يا ابن الزانية يا ابن الزاني. هذه ألفاظ صريحة، وبالتالي يحد فيها حد القذف حتى وإن أنكر، حتى وإن قال كنت مازحا، لا مزح أو لا مزاح في هذه الألفاظ، هي ألفاظ صريحة في رمي الناس بالفاحشة. وألفاظ كناية كقول بعضهم هي خبيثة، امرأة خبيثة، امرأة فاجرة، فاسق، فاسقة، لا ترد يد لامس، يعني لا ترفض أي يد تلمسها، هذا يقصده، هي تمشي مع الرجال تصاحب فلانا، أو فلان يصاحب فلانة، تأتي فلانا يركب معها فلان
ومثل هذه الألفاظ أيها الأحبة هي ألفاظ كنائية، لم يأتي صراحة ويقول أنها ارتكبت الفاحشة أو ارتكب الفاحشة، ولكنه أتى بلفظ كنائي. واختلف العلماء في ذلك في هذه الألفاظ، فالإمام مالك رحمه الله قال يحد بها، فهي ألفاظ للقذف يحد بها، بينما ذهب الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله إلى أن هذه الألفاظ تحتاج إلى نيته وإلى الأخذ بقوله. فنسأله نقول له ماذا كنت تريد من قولك وماذا كنت تقصد من قولك، ماذا قصدت من قولك فاجرة أو فاجر، ماذا قصدت؟ فإن قال قصدت أن أرميه أو أن أرميها بالزنا يحد حد القذف، وإن قال ما أردت ذلك أخذ بقوله ولا يقام عليه الحد. ولكن هنا أيها المسلمون وجب أن ننوه أنه مهما أنكر الإنسان أمام الناس شيئا أراده بقلبه فإنه لن يستطيع أن ينكره أمام الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لن يستطيع أن ينكر ساعتها، يستطيع أن ينكر أمام الناس ويؤخذ بقوله نعم، لكنه لن يستطيع أمام الله عز وجل. وألفاظ أخرى تعريضية، كقول بعضهم حينما تحدث مع بعض الناس يقول لست بزان، ماذا أراد من هذا القول؟ عرض بالقول، لم يأتي صراحة ولا كناية، وإنما يعني يقول أنا لست بزان، ماذا تقصد؟ يعني أنا يعني محدثه يقول له أنت تقصد أنك لست بزان، إذا الذي يتحدث معك هو الزاني؟ فهذا هو تعريض، أو ليست بزانية. فهذه ألفاظ تعريضية، والعلماء أيضا يقولون لا بد من سؤاله فيها عن مقصده وعن نيته، فإن قال نعم نويت به أن أتهمه هو بالزنا أو هي بالزنا أقيم عليه حد القذف. والذي يثبت أيها المسلمون بأحد أمرين، يثبت بالإقرار أو بالشهادة. بالإقرار أي يقر القاذف أنه قذف فلانا، نعم قال له، يقول أنا قلت إنه زاني، أي واتهمته، يقول اتهمته بالزنا. والإقرار كما قال سيد الأدلة، فيؤخذ ويحد حد القذف. والبينة، الأمر الثاني البينة، والبينة هي شهادة شاهدين، شهادة شاهدين يشهدان أنهما سمعا فلانا يتحدث أن فلانة زنت أو فلانا زنى، أو شاهدان يشهدان أن فلانة اتهمت فلانا أو فلانا بالزنا، شاهدان فقط كسائر الشهادات. فلو أنكر وشهد شاهدان عليه بأنه اتهم الناس بهذه الفاحشة أقيم عليه الحد حتى ولو أنكر. ذلك أن القذف أيها المسلمون عقوبته خطيرة في الإسلام، وجاء الإسلام بتحريمه لما فيه من شر عريض وخطر كبير، يدمر الأسرة ويدمر المجتمع ويعرض سمعة الناس وشرف الناس وعفة الناس وطهارتهم للامتهان، وأن تكون حديث الركبان هنا وهناك يتكلمون. الإسلام دين الطهر، دين النقاء، ولذلك شرع الإسلام عقوبة لكل من تسول له نفسه أن يلج في أعراض الناس، أو أن يتكلم في أعراض الناس، أن يتحدث في أعراض الناس. الأمر ليس سهلا، فحكم الإسلام عليه بأنه ارتكب كبيرة من الكبائر الموبقة، أي المهلكة التي تهلكه وتهلكه في نار جهنم والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات أحد الكبائر الموبقة، ولا يقصد من قذف المحصنات أي النساء فقط، وإنما يدخل دخولا أوليا الرجال أيضا. فأن يتهم رجل بأنه فعل الفاحشة هكذا، هذا أمر يستوي فيه الرجل والمرأة، لكنه ذكر المرأة أو النساء أو المؤمنات لأن هذا الأمر فيهن أظهر وخطره أكبر وأعرض، لذلك ذكرنهن، ويدخل في الحكم الرجال والنساء. فتأملوا أيها المسلمون، جعل الإسلام عقوبة القذف أن يتكلم الناس ويرمي الناس بالفاحشة أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، من السبع الموبقات الكبائر المهلكة، بل عرض نفسه لسخط الله عز وجل وطرده من رحمة الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات وكذلك المؤمنين لعنهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل. لذلك تجد هؤلاء غير مكرمين، لأنه من يهن الله فما له من مكرم. تجدهم غير موفقين، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، وهؤلاء لم يتقوا الله سبحانه. لذلك تلقى أعمالهم باطلة وأعمالهم عاطلة، لأن الله سبحانه وتعالى أوقع عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ليس ذلك فحسب، بل جعل الإسلام أيها المسلمون عقوبة شديدة لكل من تسول له نفسه أن يلج في أعراض الناس أو أن يقع في أعراض الناس فيتكلم فلان زنى أو فلانة زنت أو فعل الفاحشة أو فعلت الفاحشة. الأمر جد خطير. لقد حكم الإسلام عليه بعقوبة زاجرة مانعة، كما قال ربنا سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تأملوا يا عباد الله، والذين يرمون المحصنات أي العفيفات، ويدخل الرجال أيضا في الأمر، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون شهادة واضحة صريحة أنهم قد رأوا هذا الرجل وهذه المرأة يفعلان هذه الفاحشة. فإن جريمة الزنا إنما تثبت بأحد أمرين: الأمر الأول الإقرار، كما قلت الإقرار سيد الأدلة، كما جاء ماعز الأسلمي الصحابي، وكذلك المرأة الغامدية صحابية، واعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر به. وهنا ننوه وننبه أن الإسلام أيها المسلمون ليس متعطشا لحد الناس أو لجلدهم أو لرجمهم، إن الإسلام يدعو إلى الستر، ومن ستر الله سبحانه وتعالى عليه وأصاب من هذه الفواحش شيئا فليستر على نفسه، فإن الأصل الستر، وليتب إلى ربه، فإنه ما من معصية إلا ولها توبة، حتى أن القتل له توبة والشرك له توبة، وهو الدخول في الدين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقبل توبة المشرك الكافر، أفلا يقبل توبة من دونه في المعاصي؟ الإسلام ليس متعطشا لإقامة الحدود، الإسلام يحافظ على المجتمع، يدعو إلى الستر، لكن إن ظهر الأمر جاء أحدهم واعترف فلا بد أن يقيم عليه الحد، زجرا لغيره وتطهيرا له، لأنه من حد في الدنيا الحدود كفارات،
لا يطالب بهذا الذنب في الآخرة، يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب. ولذلك الإسلام يدقق، وأتى ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع معز الأسلام، يقول له لعلك قبلت، يقول زنيت يا رسول الله، يقول لعلك فأخذت، لعلك نظرت، لعلك كذا، يقول فعلت يا رسول الله. لم يكتفي بذلك، بل تأكد من سلامة عقله، ربما يكون شرب مسكرا من المسكرات أو أصابه مرض الجنون فلم يجد به شيئا، حينئذ أوقع عليه الحد. فالزنا لا يثبت إلا بذلك، بالإقرار أو بالشهادة، شهادة أربعة شهود يشهدون شهادة صريحة أن الرجل هذا قد زنى بهذه المرأة أو العكس. ولا يقبل أن يقال رأيتهما معا في غرفة واحدة، رأيتهما معا في بيت واحد، رأيتهما معا في سيارة واحدة، رأيت لها فيديو أو رأيت له صورة. لا تقبل هذه الأمور كلها. لم يأتوا بأربعة شهداء. وتأملوا كل أي حدث في الإسلام وأي قضية يطلب فيها شهادة لا يزيد عدد الشهداء عن اثنين إلا في هذه الجريمة. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أربعة شهداء شرطا وقيدا، لا أقول تعجيزي، وإنما لدعوة الإسلام إلى الستر والمحافظة على المجتمع. ومن يستطيع أن يرى رجلا وامرأة يزنيان فيذهب ويأتي بأربعة شهود أو ثلاثة معه ليروا فعلهما ثم يشهد؟ لا يكون ذلك إلا مع النساء أو الرجال الفاجرين والفاجرات الذين يجاهرون بالمعاصي. وفرق بين فعل المعصية وبين الفجور. المعصية قد تفعل مرة أو مرتين، وقد تحصل من مؤمن ويتوب الله عليه، لأن المعصية لا تكون مجاهرة، تكون في غرف مغلقة، في حصون لا يجاهر بها ولا يحدث بها. ولذلك من الصعب جدا أن يثبت الناس عليه أنه فعل هذا الفعل، لابد أن يأتي بأربعة شهود، وإلا أقمنا عليه حد القذف. لذلك يسكت، يستر على الناس، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. لا يتكلم في أعراض الناس ولا يخوض في أعراض الناس كالكلب أجلكم الله. ولا يقبل أيضا لا تحليل بصمة وراثية ولا صورة ولا فيديو في إثبات هذه الجريمة أو هذه الكبيرة، لأن هذه الأمور فيها نسبة الخطأ وارد، ويحدث فيها كما تعلمون من القص واللزق والحذف والتركيب، خاصة في زمن التكنولوجيا والفوتوشوب والهكر وغيره. ما نتهم به الناس هكذا؟ اشترط الله سبحانه وتعالى أن يأتي بأربعة شهود، وإلا حد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني إما تأتي بالبينة أربعة شهود أو حد في ظهرك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لم يأتوا، لم يثبتوا، لم يحترموا أنفسهم ولم يقدروا خطورة ما يتفوهون به، فتكلموا وأقروا أو شهد شهود عليهم، شاهدان عليهم أنهم قالوا، فإن عقوبتهم فجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات: عقوبة جسدية بجلده 80 جلدة بلا رحمة وبألم وعذاب، كما آلم الناس، كما آذى الناس في شرفهم وفي سمعتهم، يجلد هو الآخر 80 جلدة، قريبة جدا من حد الزاني نفسه. فلو أنه سكت وتأدب بآداب الإسلام وما خاض في أعراض الناس لما تعرض لهذه العقوبة الجسدية. وعقوبة أدبية معنوية بإسقاط كرامته وإسقاط
شهادته وعدم اعتبار شهادته، عدم قبولها، كأنه ليس بإنسان، ليس موثوقا به، كلامه لا يوثق به لأنه كذاب، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لما يتكلم عن الناس لا تقبل له، إنه كذاب، فيعاقب عقوبة معنوية أو أدبية، وعقوبة ثالثة عقوبة دينية. وأولئك هم الفاسقون، حكم الله عز وجل عليه بالفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل. يا أخي اتق الله وأطع ربك، لا تتحدث ولا تتكلم في أعراض الناس وإلا كنت فاسقا. هذه العقوبات أيها المسلمون ثلاثة عقوبات تقع على كل من قذف مسلما أو مسلمة ولم يأتي بأربعة شهود يشهدون بفعلهم للفاحشة، ولا يسقط عنه أي واحدة من هذه العقوبات إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وأصلح، كما قال الله في الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تاب وأصلح، حينئذ يرفع عنه وصف الفسق. لكن هل تعتبر شهادته؟ خلاف بين أهل العلم. فالأحناف يقولون لا ترد، يظل مردود الشهادة، لا تقبل شهادته أبدا، يظل إنسان ليست له كرامة بين الناس، ليس موثوقا، ما أحد يسمع له، كل الناس عارف أنه كذاب وإنه مفتري على خلق الله، فلا ترد شهادته. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ترد شهادته، تقبل شهادته. وهناك مذهب وسط، مذهب الضحاك وغيره، أنه ترد له شهادته، يعتبر بشهادته، إن أصلح تاب وأصلح بأن وقف أمام الناس وقال لقد اتهمت فلانا أو فلانة بالفاحشة وهو بريء أو هي بريئة وأنا افتريت عليهم. فلما يعترف ويقر بذلك أمام الناس، حينئذ بعد توبته الصادقة وبعد اعترافه أمام الناس يعتبر بشهادته بعد ذلك ويزال عنه وصف الفسق. أمور خطيرة أيها المسلمون. لذلك جعل الإسلام مجرد الكلام في هذه الأمور، من يتكلم بهذه الأمور على خطر عظيم، بل إن الإسلام جعل مجرد أن تستمع لهذه الأقوال من أناس ظلمة فجر فسق يلوثون أعراض الناس فتحب أن يكمل حديثه أو أن يتكلم وتسمع له، جعل الإسلام لذلك عقوبة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا الله، آية والله تقسم الظهر. إن الذين يحبون، لم يقل إن الذين يقولون أو إن الذين ينشرون، وإنما قال إن الذين يحبون، بمجرد أن يحب سماع هذه الأقوال وهذه القصص، مجرد أن يحب أن يسمع لفضائح الناس، إذا كان مجرد حبه لذلك لم يقل، لم يتكلم أصلا، سمع، كما تقول لبعض الناس، يقول أنا سمعت فقط، سمعت ولم ترد، لم ترد عن عرض أخيك، كيف ذلك؟ كيف بمن تكلم؟ كيف بمن نشر؟ كيف بمن أذاع؟ كيف بمن كتب؟ كيف بهؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وأكبهم جميعا في نار جهنم والعياذ بالله؟ لأنه كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس الأمر سهلا يا عباد الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قلت، ألفاظ القذف صريحة وكناية وتعريض، فاحذر كل ذلك. لا تقل لم أقل قولا صريحا، الله سبحانه وتعالى أعلم بنياتك وسيحاسبك على ما أردت، إنما الأعمال بالنيات. ولما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول، كلام الذي نقوله سنؤاخذ عليه، سنحاسب عليه؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ،
وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا أن يتكلم وتصير أعراض الناس مستباحة ويتكلم القاصي والداني. لذلك حرم الإسلام القذف أيها المسلمون، وجعله بمثابة اعتداء عظيم شديد على العرض، والعرض أحد الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، فوجب علينا أن نحافظ على ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المسلمون، إن مجرد الكلام ونقل الأخبار وسماعها والتحدث دون بينة جريمة عظيمة واعتداء صريح على أعراض الناس، تلويث للشرف، إهدار للكرامة عند الرجال والنساء، وأغلى ما تمتلكه المرأة شرفها وعفتها وطهرها، وكذلك أغلى ما يملكه الرجل شرفه وسمعته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. لاحظوا، إذ تلقونه، بعض الناس فعلا تلقونه أي تتلقونه بألسنتكم، ما دخل لعقله، لم يفكر، بدون تروي، بدون بينة، بدون إثبات، بدون أي شيء، يتلقى بلسانه الكلام فقط، لم يصل إلى العقل أو إلى القلب ليمحص الكلام ويدقق فيه، لا، بمجرد أن يصل يحدث به. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأمر عظيم لأنه فيه إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن كثيرا من الأخبار التي تنتشر بين الناس في المجتمع المسلم عن ارتكاب الفواحش بين أفراد منه، إنما في غالبها الأعظم اعتداء وافتراء قام به ظلمة، مجرمون، فاسقون، معهم سلسلة أخرى من الظلمة أيضا، الفاسقون الذين عملوا على نشر هذه الأخبار الكاذبة وهذه القصص الفاضحة، لأنهم قد اعتادوا على الكذب، اعتادوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهو كذاب، يكذب ويختلق، والناس تصدق وتسمع وتقول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هل كل كلام يقال؟ هل كل حديث ينقل؟ هل كل أخبار تروى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. ولذلك أقول وكلامي لعل فيه سلوى لكل من يصاب بمثل هؤلاء المنافقين الكذابين الأفاقين الذين يقعون في أعراض الناس وينالون منهم، أقول لهم: إنه خير ورصيد من الحسنات جعله الله سبحانه وتعالى لكم، لأنه لا يضيع عند الله عز وجل شيء. وكم اتهم أبرياء عبر التاريخ حتى من الأنبياء،
اتهم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في عرضه، اتهم موسى عليه السلام كما سجل الله عز وجل وآذاه اليهود: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا. اتهموه أن به مرض في جلده وشيء آخر فبراه الله سبحانه وتعالى. اتهمت العفيفة التي أحصنت فرجها مريم عليها السلام من اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، واتهم معها رجل صالح من عباد الله الصالحين وهو يوسف النجار، واتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالسحر وبالشعر، واتهم كثيرون من عباد الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة من رجل كذاب دعا عليه سعد بعد ذلك، اتهم سعدا بأنه لا يسأل بأنه لا يمشي في السرية، يعني ترك الجهاد. سعد الذي فتح بلاد العراق ولا يقسم بالسوية، يعني لا يعدل في القسمة ولا يعدل في القضية، فدعا عليه سعد فاستجاب الله له. تهم سعيد بن زيد من امرأة أنه ضم أرضها إلى أرضه فدعا عليها فأصابتها دعوة سعيد بن زيد. واتهمت الحصيفة الحصان الرزان أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما زالت تتهم على ألسن قطعها الله عز وجل، وجاءت براءتها من فوق سبع سماوات، وهي الحصان الرزان التي اختارها الله عز وجل لرسوله والتي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهي الصديقة بنت الصديق في حادثة الإفك. وما أدراكم ما حادثة الإفك؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. لذلك أيها المسلمون، فليحافظ المسلم على لسانه، فليتق الله في لسانه. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. إذا كان اجتماعك مع الناس يجلب لك المخاطر والشعور والتحدث في أعراض الناس فالزم بيتك. إن حماية الأعراض وصيانتها أحد الكليات الخمس في ديننا، فوجب علينا أن نحافظ عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا حي سميع قريب مجيب الدعوات، وأقم الصلاة.